بالنسبة للشيخ المصلي كيف يرد السلام، وهل الرد على سبيل الوجوب؟ نعم، السلام على المصلي جائز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينكر على الذين يسلمون عليه، إلا إذا خاف المسلم أن يشوش على المصلي فلا يسلم، أو خاف أن يتكلم بالرد، لأن العامة لا يفهمون، أكثرهم لا يفهم، ربما إذا سلمت عليه قال عليك السلام فبطل الصلاة إذا كان عالما. فعلى كل حال نقول السلام على المصلي غير منكر لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه، إلا إذا خاف، إذا خاف إيش؟ التشويش أو إبطال صلاة المسلم عليه فلا يسلم. أما كيف يرد فلا يرد باللفظ، يعني لا يقول عليك السلام، وإنما يرد بالإشارة، يرفع يده حتى يعرف المسلم أنه رد عليه، ثم ينبقي المسلم عليه حتى يسلم، حتى ينصرف من صلاته، رد عليه باللفظ، وإن ذهب لم يجب على المصلي أكثر مما ذكرت من الإشارة. وظاهر النصوص أن الرد واجب، لكنه يتعذر بالقول لأنه مبطل للصلاة.